امام عمان في الجوله الثالثه لن يكون ذات اهميه اذا ما فاز المنتخب الاماراتي. ممكن هدف تسديده، جول اول للابيض في مرمى صاحب الارض. قلنا لك مخيف، قلنا لك ايضا عنيف، قلنا لك شاب متمرس سبق ان فاز بالستة وديا وبالثلاثة رسميا. ارسالية طويلة، خطأ فادح من عبد الله فتاي، كنترول من مبخوت، ايضا مرور من مرزوقي كبير وزير الدفاعات البحرينية، سقوط لا حول له ولا قوة. هنا الصغر يكسب، هنا الشباب او الخبرة تخسر امام الشباب. هنا المرور بشكل رائع، خطأ فادح من فتاي، لم تفت لم تمر على بخيت، كنترول رائع، مراوغة، خداع، تسديدة ايضا يمينية على يمين سعيد او على يمين سيد محمد.